غادي يهبط لعندها باش ياخد ديك الصحيفة اللي فيها صورة طه. ما خلاتوش فاطمة، قال لها علاش؟ قالت له انك مشرك نجس يا عمر، وما غاديش نعطيها لك حتى تغتسل. فعلا غادي يغتسل وجهز ديك الصحيفة وبدأت يقرأ فيها كلام الله ولأول مرة. طه، وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. في هذه اللحظة غادي تبدل كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب البشير الشفيع النذير الذي أخبر عن ربه أنه في كل نفس 100,000 فرج قريب، وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم أينما كنتم، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانية. قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم خفا زربا، إذا عجبتكم هذه البسة فهي من التصميم ديالي انا، غادي نخلي لكم ها كيفاش كتجي، ونخلي لكم الانستغرام ديالي، تواصلوا معايا في الخاص اذا عجبتكم، راه بقاو لي منهم غير 10. خلي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم واش مستعدين لنبدا. قال لهم سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بلي انه ملك عادل وما كيظلم حتى شي حد. المهم اللي قدر من الصحابه فراه غادي يقدر يهاجر. فقرروا في واحد الليله انهم يتجمعوا وغادي يخرجوا من ديورهم بلا ما يحس بهم شي حد. داكشي اللي كان تجمعوا 12 رجل وربعه ديال النساء، وكان القائد ديالهم هو عثمان بن عفان، ومرته بنت سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام رقيه. وهنا غادي يخرجوا في الهجره من ديك الارض اللي تعذبوا فيها من طرف المشركين، غادي يخليوا مالهم وتجارتهم وكل ما عليهم من موراهم، وغادي يتجهوا في اتجاه البحر. لما صبح الصباح المشركين والكفره بالله غادي يسيقوا الخبر ومشاو تبعوهم باش يشدوهم، ولكن مولانا حفظهم. غادي يركبوا ديك السفينه وتوجهوا اتجاه الحبشه لعند هذاك الملك العادل اللي كان على دين النصرانيه، ولكن في الحكم ديالو كان عادل وحتى حد ما كان كيتظلم عنده. وهنا كان اول بيت غادي يهاجر في سبيل الله هو بيت عثمان بن عفان ومرته رقيه بنت رسول الله عليه الصلاه والسلام. في نفس السنه كان سيدنا رسول الله تقرا القران، وكانت عاده المشركين اذا سمعوا الحبيب تقراو القران كيبداو كيغوتوا ويضربوا بالجهد كيف قلنا في ديك الحلقه ديال البارح، وكيبداو كيديروا الضجيج باش حتى شي حد ما يسمع، انهم عارفين التاثير ديالو على قلوب الناس. ولكن هذاك النهار فاش سيدنا رسول الله قرا القران كان داك النهار غير، كانوا الكفار تيسمعوا ليه ايه. وهنا غادي يستغل رسول الله عليه الصلاه والسلام الفرصه وقرا سوره من سورات القران اللي كانت كتخاطب هاد المشركين مباشره، كانت سورة النجم لقوله تعالى والنجم إذا هوى، زعما والنجم إذا سقطت، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. الكفر بالله مصدومين، وهذه أول مرة قلوبهم غادي تدبروا كلام الله، غادي يسمعهم ولو أنهم باقيين مشركين. بداو كيسمعوه حتى وصل رسول الله لقوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. مولانا كان تيدوي معاهم على الأصنام ديالهم، فبدا كيدوي لهم على شنو دار في الأمم اللي من قبلهم. وفراسكم بلي أنهم في هذه اللحظة خافوا من هذا الكلام، وخاطبهم مولانا مباشرة وقال لهم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. فاش كتسمعوا كلام الله ما كتاثروش، فين معقولكم وقلوبكم؟ والصوره غادي تختم فاسجدوا لله واعبدوا، رسول الله غادي يسجد والمشركين حتى هما. تخيلوا كل شيء غادي يسجد بدون شعور، اي الاجساد خضعات لمولانا ورغم ان قلوبهم ما امناتش. لما هز رسول الله عليه الصلاه والسلام راسه كان كيبان ليه كل شيء ساجد، سولهم واش امنتوا؟ اش غادي يقولوا من بعد التطبيق؟ قالوا ليه لا راه غير تذكرنا الالهه ديالنا وسجدنا ليها. ويا اسفه، هنا غادي تنتشر اشاعه في قريش باللي انه اهل مكه امنوا وسجدوا مع رسول الله، وانتشرت هذه الاشاعه حتى وصلت للحبشه، ودوك اللي هاجروا غادي يرجعوا لمكه. وفاش قربوا ليها قبل ما يدخلوا عرفوا باللي انه كانت غير اشاعه، فيهم اللي رجع منين جا وفيهم اللي دخل لمكه مخبي. غادي يهاجروا المسلمين مره اخرى للحبشه، ولكن هذه المره كان العدد اكثر، 83 رجل و18 امراه، كلهم هاجروا للحبشه عند النجاشي، غادي يعيشوا في امان. اما قريش غادي تصيفط عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه اللي كان معاهم بزاف ديال الهدايا للنجاشي، لما وصلوا ليه اعطوهم الهدايا وحتى الحاشيه، رحب بهم جلسهم. ويتكلم عمرو بن العاص ايها النجاشي واحد السفهاء من القوم ديالنا وغلمانا منا خرجوا هربانين من ديورنا لديارك، فرقوا ديننا ودين ابائنا وسبوا ديننا والالهه ديالنا
وما غاديش يدخلوا في دينك. وانت استقبلتيهم واويتهم، خرجهم، حيت الشرفاء مكه بغاو يرجعوهم. النجاشي غادي يرفض، غادي يعيط النجاشي للمسلمين وغادي يتكلم فيهم جعفر بن ابي طالب. قال لهم النجاشي فرقتوا دين ابائكم واجدادكم وما دخلتوش في ديني، شنو هو الدين اللي جيتوا به؟ قال لي جعفر ايها النجاشي، كنا في الجاهليه كنعبدوا الاصنام والاوثان والاحجار، وكنا كناكلوا الميته وكنديروا الفواحش، والقوي كينهب للضعيف، حتى بعث لنا الله نبيا ورسولا من انفسنا، نبيا اللي تنعرفوا النسب ديالو والصدق ديالو الامانه ديالو، وكيدعينا مولانا بوحدو واننا نخليو شنو كانوا ابائنا وجدادنا كانوا كيتبعوا. وبدا كيشرح ليه شنو الاسلام شرع. قال ليه ولكن للاسف فاذا بالقوم ديالنا اذونا وعذبونا وفتنونا، وفي هذه اللحظه عرفنا بلي انك ما كتظلم حتى شي حد، وخرجنا من ديورنا لعندك باش نكونوا في امان معاك. فاش سمع النجاشي هذا الكلام عمرو بن العاص قال لجعفر واش عندكم شيء من دينكم؟ قال لي جعفر نعم. قال لي واش عندك؟ فاذا جعفر بن ابي طالب غادي يختار سوره مريم، واذا به غادي يبدا كيقراها، والنجاشي كيسمع وعينيه كتدمع، والبطارقة حتى هما كانوا تيبكيو. اللي هما هادو كلشي بدا كيبكي حتى عمرات اللحية ديالهم بالدموع. والنجاشي غادي ينطق والله ان ما قلته وما قاله عيسى بن مريم يخرج من مشكاة واحدة، يعني هذا هو الدين اللي جا به عيسى. فاذا بعمر بن العاص غادي يخرج، والنجاشي غادي يقول انتم امنون في ارضي. عمر غادي يتحلف باش انه يرجع عنده النهار الثاني ويلح عليه. فعلا رجع النهار الثاني وقال ليه ايها النجاشي واش سمعتي السفهاء شنو تيقولوا في عيسى بن مريم؟ قال له شنو تيقولوا؟ قال لي تيقولوا فيه قول عظيم. النجاشي غادي يعيط عليهم وعرفوا بلي انه غادي يسولهم على عيسى. جاوا وقفوا عليه والبطاركه كانوا دايرين بهم. النجاشي سولهم شنو كتقول في عيسى بن مريم؟ قال جعفر هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها على مريم وروح منه. وبدا كيقول الاوصاف ديالو. وهيلي النصارى ماشي هذا هو كلامهم، كلشي تيسمع وتدهشر حيتاش هذا كلام خطير. النجاشي غادي يهبط راسو وغادي ياخذ واحد الوعود وهو يقول والله ما زاد على هذا الكلام ولا تجاوز شيئا مما جاء به عيسى بن مريم. البطاركه غادي تدخل وغضبوا على هذا الكلام اللي سمعوا، وقال النجاشي والله هذا هو الذي جاء به عيسى بن مريم. غادي امر دوك الخدام اللي عنده باش يهزوا بدوك الهدايا اللي جابها عمرو بن العاص ويرجعوها لهم، وقال لهم انا ما بغيت منهم والو. من بعد هذه الحادثه المسلمون تيقولوا عشنا سنوات عند النجاشي بامن وامان، عمرنا ما عشنا قبل منها، كنا كنعبدوا الله كيف بغينا. ابو جهل غادي يسب رسول الله ويشتمه ولكن ما جاوبوش. واحد الجاريه شافت هذا المنظر. من بعد فتره قصيره غادي يدخل حمزه عم الرسول اللي كان راجع من واحد الرحله، شافتو هاد البنت ومشات لعندو. قالت لي واش عرفتي شنو دار ابو جهل محمد ابن اخيك؟ قال لها شنو دار؟ وهي تعاود ليه. حمزه اسد الله رضي الله عنه شداتو الغيره ومشات يجري لعند ابو جهل اللي كان جالس، وياخذ القوس ديالو وقال ليه اتضرب محمدا ابن اخي وانا على الدين ديالو؟ وديك الساعه حمزه كان مازال ما سلمش، ولكن جات النفس على ولد خوه. غادي يضرب ابا جهل بداك القوس ديالو على راسه حتى خرج ليه الدم. جاو شي مشركين بغاو يضربوا حمزه وكان غادي ينوض ما بيناتهم القتال، الا ان ابا جهل غادي يتدخل وقال للناس غير خليه راني سبيت ليه ولد خوه سبا اللي كان قبيح. من بعد مباشره سيدنا حمزه غادي يمشي لعند سيدنا رسول الله ويجلس عنده ويقول ليه شنو وقع، وغادي يعلن على الاسلام ديالو. وها هو سيدنا حمزة أسد الله وأسد رسول الله دخل الإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ولكن بعد 3 أيام كان عمر تقلب على رسول الله، فإذا به غادي يلقى واحد الرجل في الطريق ديالو. سولو فين هو محمد؟ قال لي شنو بغيتي فيه؟ قال لي بغيته. قال لي يا عمر واش ندلك على واحد الحاجه عجب؟ قال لي شنو هي؟ قال لي اختك وراجلها صباه زعما دخلوا للاسلام. قال لي شنو؟ شنو كتقول؟ قال لي سير عند اختك وتاكد فيها بنت فاطمه بنت الخطاب وراجلها جالسين في البيت، وكان معاهم خباب اللي كان تيقريهم سوره طه. سيدنا عمر مشى كيجري، خباب فاش سمعوا مشى تخبى. غير دخل عمر سولهم شنو هذا الصوت اللي كنسمع؟ حيت كنسمع صوت القران. قال لي راجل اختو يا عمر ارايت لو كان دينك ليس على حق ودين غيرك على حق. نض لي عمر تيضربو، دفعته فاطمه غادي يضربها عمر وهي طاح على الارض. خرج ليها الدم وبدا كيشوف فيها. فهاد اللحظه بالضبط غادي توقع شي حاجه في قلبه، غادي يهبط لعندها باش ياخذ من عند هذيك الصحيفه اللي فيها كانت صوره طه. ما خلاتوش فاطمه،
قال لي علاش؟ قالت لي انك مشرك نجس يا عمر، وما غاديش نعطيها لك حتى تمشي تغتسل. فعلا غادي يغتسل وجهز الصحيفه وبدا كيقرا فيها كلام الله ولأول مره. وشوفوا الكلام اللي غادي يتلقى معاه. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. عمر بدا تيقرا وكيتدبر، اختو راجلها دايرين بيه والخباب غادي يخرج في حاله. غادي يقول عمر الخباب فين هو محمد؟ قال لي شنو بغيتي منه؟ قال لي فين هو؟ في هذا الوقت كان رسول الله عليه الصلاه والسلام كيف العاده كيجتمع في ديك دار الارقام اللي كنت هضرت لكم عليها مع اصحابه، وكان مع حمزه اللي الله سلم كيعلمو الدين. غادي يخرج عمر بن الخطاب مع الخباب وجر السيف ديالو وغادي لدار الارقام عند رسول الله، والصحابه ما كانوش عارفين شكون جاي لعندهم بالسيف. غادي يوصل ويدق الباب، واحد من الصحابه غادي يطل غادي يبان ليه عمر بن الخطاب. قالها لرسول الله، كلشي تخلع. حمزه غادي يقول ليه اذا بغى الخير نعطوه ليه، واذا بغى الشر غنقتلوه بسيفه. قال الحبيب حمزه بعد، وغادي يحل الباب. دخل عمر، واذا رسول الله غادي يشدو من حوايجو وغادي يجرو وغادي يقول ليه، يا عمر واش ما باغيش تنتهي من هذا او ينزلن الله عليك قارعه من السماء؟ عمر بدون تردد غادي ينطق مباشره، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. الله اكبر الله اكبر. رسول الله كبر، وكل من كان في ديك الدار اليوم قد اسلم عمر بن الخطاب، واليوم غادي يبدا يبان عز الاسلام، حيتاش قريش كلها كتعرف شكون هو عمر بن الخطاب. عمر اللي حتى شي حد ما شك ولو ثانيه باللي انه غادي يجي شي يوم يسلم فيه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. غادي يخرج عمر من دار الارقام ومشى لمكه وسول على اكثر الناس اللي فيهم تبرقيق وكيوصلوا الهضره. قالوا ليه جميل بن معمر غادي يمشي لعنده عمر، وقال ليه يا جميل واش فراسك اخر الاخبار؟ قال ليه ما هو؟ قال ليه اسلمت. ما جاوبش هاد خينا، نض مباشره تيجري وكيغوت وسط عباد الله، يا معشر قريش يا معشر قريش. وعمر كان من موراه، اجيو تسمعوا الخبر، شنو هاد الخبر؟ لقد صبأ عمر لقد صبأ عمر. قال لي عمر كذبت، قل اسلم عمر. فهاد اللحظه كاع الصحابه اللي كانوا كيتخباو باش يصليو تيقولوا حتى سلم عمر، عاد بدينا كنصليو عند الكعبه، غادي يعز الله الاسلام بعمر. المشركين فاش سمعوا الخبر تجمعوا على عمر، بداو كيضربوه وهو تيحاول انه كيدافع على راسه. تخيلوا كيدفعوا هذا وهذا وهذا من بدايه النهار الى اخر النهار وهو تيحاول انه يدافع على راسه. في اول اسلامي كان تيهدد قريش، ولو كنا 300 مسلم في مكه ما كناش نخليو عليكم، انه عمر يا ساده لقوله صلى الله عليه وسلم، لو كان نبي بعدي لكان عمر. الفاروق اللي فرق به الله الحق عن الباطل. وسط هذا الحدث غادي يجي رجل من اشراف قريش اللي هو العاص بن وائل، سول شنو وقع؟ قالوا ليه صبأ عمر. قال لهم راجل اختار لراسو دينه خليه، غير هو غادي امرهم بهذا الكلام وهم يبعدوا عليه. في هذه اللحظه غيمشي مباشره عند اكثر رجل اللي اذى رسول الله والاسلام، ابو جهل. غادي يسول عليه الناس فين هو؟ قالوا ليه في داره. مشى لعنده مباشره، دق عليه الباب، حل ابو جهل وهو يقول ليه اهلا بك ولد خويا، شنو بغيتي؟ قال لي اسمع يا عدو الله، نعم اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ابا جهل ما فهم حتى شي حاجه، تبدل اللون ديالو، تخربق، ما قدر يقول والو، سد الباب ورجع لدارو وخاب ليه ظنه، وكلشي تصدم باسلام عمر. هذه هي كانت حلقتنا اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. اما سؤال ليلى، شنو هي الصوره اللي قرا سيدنا عمر بن الخطاب واللي كانت موجهه له مباشره حتى اسلم؟ وهذه ما كنظنش انكم عقلتوا عليها الا اذا كنتم مركزين. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في حلقه الغد، بصحه فطوركم، سلام سلام.